يعني اسال كاراجر، فكاراجر قال له يعني انا ما كنتش بروح كتير، قال له طب خلاص انا بسحب بسحب السؤال. فيعني وبالتالي اعتقد ان ده تحفيز كبير جدا 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 لكل ال 26 لاعب اللي متبقيين او 27 لاعب اللي موجودين في منتخب مصر. طبعا هي البطوله دي اللي ناقصه صلاح، لانه صلاح يعني على المستوى الفردي من اعظم لعيب في تاريخ مصر. صحيح. على المستوى الفردي وعلى مستوى الانجازات بشكل عام، ولعيب بصراحه يعني ما قصرش مع المنتخب في اي فتره من الفترات، ان كانت استدعاءات، ان كانت حاجات وديه، ان كان بطولات رسميه. بطوله 2021 الاخيره كمان صلاح طور نفسه كقائد بشكل كبير جدا جدا، واعتقد ان ده المفتاح اللي يعني اللي هيعتمد عليه البطوله دي، لان صعب جدا توصل النهائي مرتين وتفقده. صلاح النهائي السنغال في تاني نهائي خدته، السنغال في التاني والاولاني الكاميرون في الاخر خالص. صح. وفي الاثنين صراحه صلاح يعني كان اقصد ان انت يعني السنغال لعبت نهائي ما خدتوش مع الجزائر في مصر، وبعد كده لعبت نهائي ال21 خدته. وفي بشريات كتير لصلاح والمصري، يعني موضوع ميسي برضو ازم مع ميسي نهائيات كتيره في كاس العالم. فكت اخيرا في 22، بس ميسي خد على 34 او 35 يعني. لا بس على فتره نهائيات كبيره ان شاء الله، ما نتمناش صلاح يوصل للنهائي الثالث برضو من غير ما ياخده ان شاء الله. شايف ان صلاح مش محتاج اقول انه اهم عنصر، اللي يحسسك بقيمه صلاح كميه التقارير اللي من امبارح واول امبارح على فتره غياب محمد صلاح عن ليفربول في الصحافه الانجليزيه، والماتش اللي هم كام ماتش والماتش في كام فرقه ولو لحق ده هيرجع ايه. كان العالم كله متوقف ولو على غلبوا الماتش بتقول لك كده منتخب مصر لو طلعوا من الدور الاول، بس هو ثلاث ماتشات بس. بس نسبه نجاح منتخب مصر نسبه نجاح منتخب مصر ان هو يصعد، ان هو يعني يتغلب ويطلع، ما هو بالنسبه لهم هو نجاح، هو نفسهم في انجلترا بالنسبه لهم نجاح ان هو ان منتخب مصر يكمل مع ليفربول. محمد قال لك نسبه اقل مش عارف كام في الميه وحاسبينها بالظبط وقايلين فيها هو كل حاجه. كرويا الراجل خلاص يعني بصراحه مستوى نجاح صعب جدا نشوفه في حياتنا تاني بصراحه، يعني بالنسبه للاعب مصري، لاعب مصري بهذه الاستدامه وبهذه الشخصيه بهذه الروح، وكمان نقطه اللغه يعني التجاوب السريع مع المجتمع. خلي بالك انا بالنسبه لي اهم حاجه انا وانا قاعد بتفرج على سكاي سبورتس مذهول ومبسوط قد ايه يا جماعه العقليه ده. بعد الماتش مباشره هو انا طلع فرحان بنفسي، ضيعت ضربه جزاء وفي الشوط الثاني جايب جونين وعامل جون جون اللي هو من الوش الخارجي ده، لو قعدنا 20 سنه قليل قوي اللي بيعمل الحاجات دي من حد. فانا عامل كل حاجه في الكوره، اطلع افتخر بنفسي شويه واعمل بنفسي شويه واتنطط شويه واعمل لا 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 مفيش كلام. الكلام ده لما تعمله مره يا كابتن، الكلام ده بيعمله كل اسبوع. لا عادي اصبح كل اسبوع دلوقتي. قام قايل قال لك كنت مش ليفربول مش هتروح، قال لك لا يا جماعه ليفربول عندهم لعيبه كتير يقدروا يعملوا اللي انا بعمله. كابتن والهدف التاني موجود في دماغك، متخيل كابتن؟ هو خلص الماتش عنده هدف تاني، هو هدف امم افريقيا، هو بيفكر صحيح. يعني هو عمال بيفكر لانه عارف ان دي بطوله مهمه جدا. احمد بالنسبه كده محمد صلاح فارق عن اي حد، ده حقيقة كابتن، ده حقيقة كابتن. هو بص على مدى استمراريته، هو الاستمرارية اللي تحكم لك ده. بتكلم في لعيب من 2011 من ساعة ما احنا شفناه لحد دلوقتي هو فارق، هو دايما موجود في الصورة، هو دايما موجود في زي ما بيقولوا كده الترند، يعني هو موجود دايما. انت بتتكلم على صلاح، صلاح بعد أمم أفريقيا 2021 يمكن دي فعلا اللي كان قبلها في انتقادات كبيرة جدا على قصة القائد، هو حسمها قبل ماتش كوت ديفوار لو تفتكر في التصريحات اللي قالها، وقال شجعونا احنا، شجعوا منتخب مصر، كل الكلام اللي انتوا بتقولوه بيوصل لنا احنا. هو ادى دفعه للعيبه قبل ماتش كوت ديفوار مختلفه تماما. وعايز اقول لك على الكابتن برضو، ودي من اللعيبه كتير في المنتخب، اللعيبه بتتبسط جدا 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 لما بتتعامل معاه، يعني هو برضو اللعيب مهما كان شغله. لا محمد هتلاقيه جاي مثلا ايه، جايب شنطه فيها تيشرتات، تيشرتات وجزم وبتاع حاجات الكوره وحاجات الكوره ومش عارف ايه الحاجات واللي طالب تيشرت مش عارفين في ليفربول بالظبط كده فيجيبه له. فهتلاقي محمد دايما بالحاجات دي، يعني انا شخصيا طالب منه هتلاقيه جايبها معاه. يعني بالزبط. والله ما بهزر، يعني الناس دي محمد بصراحة يعني الواحد عمره ما حد فينا طلب منه حاجة لو بيبقى يعني سباق ليه؟ سباق. وبعدين ايه؟ ده هو اللي يكلمه يقول لك كابتن انا جبت لك كذا كذا، كابتن ايه يا عم ده انت ده كابتن كمان يعني انت فاهم اللي هو. لا راجل محترم جدا جدا يعني انا شخصيا من الناس اللي نفسي ولادي يبقوا زي محمد يعني، حتى في اخلاقه وفي طريقته وفي ابداعاته. طبعا نفسنا اولادنا يعدوا كل حاجه، لكن في الاخر لما تيجي تشوف قول له ولادي اتفرجوا على محمد صلاح وشوفوا في طريقته في كلامه في اسلوبه في نظرته في تعلمه للغه الانجليزيه. اي لغه ده؟ الانجليزي والطرياني. طريقه رده على السؤال، انا طريقه رده على السؤال قال له بين الشوطين انا فكرت ان انا بيني وبين نفسي كده انا هروح منتخب مصر بالشكل ده، قلبت نفسي لما غير الجزمه. انت متخيل لما غير الجزمه؟ لما غير الجزمه انا لا اؤمن بالخرافات، انا متاكد ان هو قصده كده، قصده كده متاكد مليون في الميه. قال لك عشان ما تاخدش من تفكيري فغيرتها، ما انا قدامي 10 جزم تانيين. صح، هتاخد من دماغه. فالحقيقه لما تقعد تفكر في دماغه شغال في الفكره دي، بس في الكلمتين اللي محمد قالهم دول
تعرف ان انت ليه محمد صلاح فارق عن عمرو زكي؟ حقيقة عمرو زكي عن احمد ميدو، عن ميدو، عن اي حد، عن اي حد، عن زيدان، عن اسماء قد تكون اكثر منه مهارة او قوة او سرعة او كذا، ولكن لا عليه العقلية. لا يا كابتن بتفرق بشكل كبير جدا، وانا بشوف حتى ان طريقه التعامل بين فيتوريا وبين طبعا عقلياتهم محترمه، انا لا اقصد شيء، ولكن انا بتكلم طبعا استمراريه في اوروبا قالوا كده اصلا. كل اللعيبه دي قالت ان ده الفرق يعني. كل اللعيبه انا لما بقول بتبقى الموضوع بيكبر شويه، لكن خليهم هم يقولوا براحتهم. انت بتتكلم على لعيب هو خلاص وصل لمرحله كويسه جدا في تاريخه او كبيره جدا في تاريخه، هو دلوقتي هدفه برده بعد امم افريقيا، هو هدفه دوري اوروبي، هدفه الدوري الانجليزي، عشان بيفكر في افضل لعيب في العالم. يعني هو دايما تفكيره يا كابتن شغال، انا النهارده حققت حاجه، اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، فاللي بعده ده اكيد بيوصله نجاح كبير. انا بشوفه حتى مع روي فيتوريا، اما هكلمك على العلاقه ما بينهم، لا العلاقه كبيره جدا، فيتوريا بيقدره بشكل كبير قوي. انا بشوف ان من افضل المدربين اللي اتعاملوا معاه كان كيروش وفيتوريا. هم كيروش كان بيتعامل معاه بشكل رائع، قائد بمعنى الكلمه، يقعد معاه ويتكلم معاه ويقعد مع ده ويتكلم مع ده، كان بيديله صلاحيات كبيره من مدرب اصلا. يعني كيروش انا كنت بشوف مدرب قوي جدا، يعني هو قوي اصلا معاك انت، ما بالك مع اللعيبه عامل ازاي. فيتوريا مدرب يبان لك شويه ان هو ايه، ان طريق. هو انا عادي، لكن هو مش عادي خالص، هو بيتكلم ياخد قراره، وبيشوف صوته عالي ساعات وبياخد قرارات، بس بيدي لصلاح برده نفس التقدير، لان هو دايما بيقول لك كده، قال لك انا اكيد شرف كبير انا بدرب منتخب في محمد صلاح. وخلينا متفقين على حاجه، فيتوريا عمره ما درب منتخبات قبل كده، مستحيل يكون محمد صلاح ما جاش في دماغه وهو بيمضي على عقد 4 سنين مع منتخب مصر. حازم اكيد حازم امام اللي مضى مع فيتوريا، وهي دي من الحاجات الكويسه اللي عملها كابتن حازم في هذا الامر، ان هو لما مضى اتسال السؤال، قال لك طبعا وجود محمد صلاح فرق كتير، هيفرق كمان في اسمه كابتن. انت بتتكلم في تردد كل الانباء في العالم، احنا ليه ما بنتكلمش